طب والله العظيم انا زهقت من كتر ما بقول صباح النصر. صباح النصر، صباح الدوري، صباح كل حاجه حلوه علينا جميعا. كل سنه كده وكل يوم وكل بطوله واحنا مع بعض سعداء يا رب، والاهلي مفرحنا. الواحد امبارح كان يعني يتمنى طبعا الفوز وحسم الدوري من بدري، والناس برده كانت حابه ان هو يتم حسم يوم الخميس. بس على كل حال احنا كنا واثقين ان الدوري هذا الموسم في الاهلي، او مش بس في الاهلي، هو عاد لبيته مره ثانيه او من جديد بعد غياب عامين او موسمين. خلينا نجلس انا واحنا جميعا بخير، ومبروك علينا جميعا. بونجور. صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، ومليون مبروك كده، الامور رجعت لنصابها الصحيح. بالزبط. يعني الدرع الدوري رجع من جديد لمكانه الطبيعي ومقره الشبه دائم، حتى وان كان غاب يعني لاي سبب من الاسباب، لكن الغياب ما بيطولش، لان ما ينفعش انه يطول، لان دولاب البطولات النادي الاهلي مكون رئيسي جدا من يعني مكوناته، درع الدوري اللي بطبيعه الحال دايما ليه خصوصيه شديده جدا ومحبه مختلفه في قلوب كل الاهلاويه في كل مكان، والكلام ده من قديم الازل. يشارك الاهلي زي ما يشارك في بطولات محليه او بطولات قاريه او بطولات حتى دوليه، لا ولا سيما كاس العالم للانديه، بس كالعاده كل كوم عند الاهلاويه ودرع الدوري كوم تاني. فمليون مبروك على كل حضراتكم، واكيد بنرحب بيكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كالعاده النهارده ان شاء الله اكيد هيكون عندنا يعني اخبار كتير ومعلومات كتير عايزين نعرفها لحضراتكم، والساعه الثانيه هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم عن اهميه الروتيشن اللي بيتم ما بين اللاعبين، والى اي درجه الروتيشن ده او التدوير ده لازم يكون معمول بشكل علمي. ده الموضوع اللي هنتكلم فيه مع دكتور احمد سالم، مخطط احمال شباب اهلي دبي، اللي هينورنا في الفقره الاولى، والفقره الثانيه هتنورنا منا عمر الناقده الرياضيه. كلام جميل، بس قبل ما نخش في تفاصيل فقراتنا وغيره، خلينا بس نقف عن كام نقطة يا كريم. لأن تاني هرجع أقول، امبارح لما كنا بنتكلم وقبل مباراة بيراميدز والسيراميكا، كان في زي استطلاع رأي كده، معظم الناس قالت لك أو تسألوا يعني أنتوا عايزين يتم حسم الدوري يعني في وقت المباراة مع طبعا فوز سيراميكا أو التعادل، ولا أنتوا حابين يبقى يوم الخميس؟ عايز أقول لك بنسبة 80% كانوا يقول لك لا أنا مش عايز يتم الحسم، عايزين يتم الحسم يوم الخميس عشان دي مباراة القمة ويبقى ليها طعم تاني، ولما تفوز على غريمك التقليدي زي ما بيتقال عليه أو على الزمالك بيبقى ليها طعم تاني. فأنا كنت من الناس دي بالمناسبة، أنا كنت متشجعة جدا، كنت متحمسه جدا احضر المباراه كمان في الاستاد، بس بصراحه حاليا ممكن اغير رايي. وحياتك يا وبصي، مع انطلاق صفاره البدايه في الماتش ده برضو ولا كان الدوري اتحسب، ولا هتلاقي الناس قاعده عادي جدا ومتربصه انا ومتحفزة. بتفق معاك طبعا، دايما بيبقى ليها خصوصيه خاصه طبعًا. المباراه دي طبعًا. اكيد مباراه القمه مهما كان، بس على كل حال مبروك علينا جميعا. كانت فكره ان انت بتتكلم عن ليله عوده الدوري مره ثانيه لبيته بعد مباريات كمان كانت حاسمه، تقدر تقول ان الاهلي خلاص كده احنا بنتكلم انه رسميا بطل الدوري المصري موسم 22-23 للمره الكام؟ للمره 43، الدوري في الجزيره. وكمان بناكد ان اكيد فرحتنا بتكمل بعد عامين زي ما انت كنت بتقول بره مكانه بره بيته. كان امبارح معظم برضو او بعض الاعلاميين الزملاء يعني كان طالعين بيعلقوا على فوز الاهلي بالدوري السنه او المره 43، بيقول لك طب هو الاهلي المفروض كده بقى يعملوا مزار سياحي او يعملوا متحف. انا بقول لحضراتكم اللي بيتقال مش طالعين احنا نهزر يعني او نقول كلام يعني خلينا نقول نستفز بيه احد، لا احنا بنقول كلام او بننقل كلام لحضراتكم من زملاء لا ينتموا بالمناسبه للنادي الاهلي. هم كانوا بيتكلموا من وجهه نظرهم انك ايه كم البطولات اللي عند النادي الاهلي ده، طب ما يعملوا مزار سياحي. بس هي فكرة حلوه، هو مزار بالفعل على فكره، هي فكره حلوه على فكره. احنا مش حط رجله في اهلي الجزيره غير لما كان حريص انه يتصور مع دولاب البطولات. يا كريم في ناس بتيجي من دول عربيه، وانا اعرف يعني ناس كتيره جدا اصدقاء لينا واهالينا وغيره وغيره وغيره، يقول لك انا لما باجي ازور مصر من الحاجات المزارات ان انا عايز اروح النادي الاهلي عشان اتصور مع دولاب البطولات. انا مش ببالغ، والله العظيم الكلام ده حقيقي. ناس كتيره جدا من الزياره بتاعتهم لمصر للقاهرة ان هم يروحوا النادي الاهلي عشان يتصوروا مع دولاب بطولات النادي الاهلي. فحقيقي نقدر نقول كل الشكر للفريق، لاعبين وجهاز فني وجهاز اداري وطبي ومجلس اداره، واكيد كل الشكر لكابتن محمود الخطيب على هذه المنظومه. كل الشكر بقى في الاول قبل كل ده للجمهور العظيم جدا، الجمهور المحترم اللي دايما واقف سند واقف دعم للفريق في الحلو وفي المره زي ما بيتقال.
احنا قضينا موسمين ليس يعني ليسوا الافضل تماما، لكن ما شفتش انت حد قال لك انا خلاص فقدت الامل، لا الفريق ده ما بعدش ينفع، واي نقد لازم، ما كناش بنشوف الكلام ده، بالعكس كانوا دايما بنقول معلش اللي جاي هيبقى احسن، وكان في ثقه دايما بيتم تصديرها للعيبه وللفريق. فيعني حاجه اعتقد محترمه، وانا بشوف ان الموسم ده موسم للتاريخ طبعا. انا بشوف ان ده ليه نكهه خاصه، ال 43 حقيقي ليها نكهه تانية خالص. وعايزه اقول لك انا امبارح دخلت نمت بدري، فانا داخله نايم صاحيه لقيت الاهلي بطل الدوري. فشوف قد ايه انت حتى وانت نايم الاهلي بيفرحك، انت متخيل باي شكل. فلا يعني حاجه محترمه، مبروك علينا. وانت بتتكلم محليا وافريقيا، محقق تقريبا كل البطولات. يعني كولر لو هتكلم عن هذا الرجل تحديدا اللي بيضيف هنا اللقب الخامس في اول سنه تدريب ليه مع الفريق، يعني بتتكلم سوبر مصري وكاس مصري ودوري ابطال افريقيا والدوري الممتاز، يعني انت بتحسم القاب كتيره جدا، ولقب الدوري من 29 مباراه فقط يعني من عمر المسابقه. فانا بشوف ان ده انجاز كبير جدا طبعا. معاك مدير فني مخضرم زي ما بيتقال، فعلا قدر ان هو يشتغل على الجزء الفني وكمان الشق البدني والشق النفسي. فيعني بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، واحنا كده ماشيين في طريق سليم جدا. وزي ما انت قلت برضو اكيد رغم كل ده ورغم حسم الدوري، انت برضو منتظر المباراه يوم الخميس، ومنتظر اكيد الفوز من الفريق لان برضو بيكون ليها نكهه تانية، ما فيش حد اختلف على دي. طبعا الليله الحاسمه امبارح ما كانش فيها الماتش ده لوحده اللي هو سيراميكا وبيراميدز، طبعا عينين معظم ان ما كانش كل الاهلاويه كانت اكتر على هذا اللقاء، لكن امبارح كان فيه مجموعه من المباريات المهمه. طبعا اهمها من وجهه نظرنا كان سيراميكا كليوباترا اللي حقق الفوز على بيراميدز بهدفين لهدف، الكلام ده كان ضمن منافسات الجوله 33 من الدوري. في البدايه سجل كريم حافظ هدف لصالح بيراميدز، لكن صلاح محسن سجل التعادل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقه 44، وبعدها رجع وسجل الهدف الثاني في الدقيقه 83، وبالتالي حسم الدوري لصالح النادي الاهلي. وطبعا من امبارح للنهارده كميات وافره من التعليقات اللطيفه والتشجيعيه لصلاح محسن على السوشيال ميديا، لان زي ما حضراتكم عارفين هو معار اصلا لسيراميكا كليوباترا من النادي الاهلي، فنقدر نقول انه تم اهداء الدرع الدوري باقدام اهلاويه من خلال فريق بيحمل اسم مختلف، فهي اللفه لطيفه قوي الحقيقه. بكده طبعا رصيد بيراميدز بيبقى 67 نقطه، هو حاليا في المركز الثاني بعد الاهلي صاحب المركز الاول وال 75 نقطه، فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطه 37 في المركز العاشر، وبكده بيكون بيحافظ على البقاء في الدوري. امبارح كمان كان في ماتش مهم جدا، اتعادل غزل المحله مع البنك الاهلي بدون اهداف، وبكده غزل المحله في المركز ال 16 برصيد 33 نقطه، ومحتاج انه يفوز في المباراه المقبله قدام حرس الحدود، ده بالنسبه له، لكن البنك الاهلي حاليا هو في المركز ال 11 وبيضمن استمراره في الدوري للموسم المقبل رسميا. كمان الاسماعيلي ضمن البقاء او ضمن البقاء في الدوري في ان شاء الله الفتره اللي جايه، وبكده صراع الهبوط بقى بيشتعل بالمعنى الحرفي ما بين اسوان والمحله والداخليه. كلام محترم جدا طبعا. وفاكر امبارح لما كنا قاعدين مع طبعا ضيفنا الناقد الرياضي شادي محمد، ولما قلنا وسالناه على فكره انت بتتوقع فوز او تعادل سيراميكا وبيراميدز، قال لك لا صعب جدا ده سيناريو مش هيحصل، رغم ان انا كنت برضو اتكلمت معانا وانت ان في احتماليه ليه لا، يعني بلغه الارقام سيراميكا برضو لا يقدر كان يحقق فوز او تعادل على الاقل مع بيراميدز يعني، وقد كانت. على كل حال زي ما كنت بتكلم امبارح كان في انقسام كبير جدا، بس هي كانت مباراه حلوه بالمناسبه كانت في، وده اللي يسعدك ان انت كريم برضو مهما كان ترتيب الدوري عندك انت عندك في تنافسيه شديده بين بعض الفرق، حتى الفرق اللي هي حاليا بتنافس يعني او بتتنافس او بتحاول تهرب من طبعا الهبوط، لكن هي كانت مقدمه برضو موسم رائع يعني، خلينا نتكلم منهم اسوان بالمناسبه، اسوان كانت مقدمه برضو موسم كويس جدا رغم الدروبس اللي حصلت، بس هي كانت باديه بدايه موفقه جدا. فعلى كل حال يمكن كمان مع تغيير اسم الدوري واللي احنا بنشهده امبارح اللي اعلنا عن طبعا او كنا بنتكلم عن الحدث الاكبر العالم كله او المهتم يعني بالدوري المصري كان بيشهده، قال لك في امل كبير ان شاء الله، لان الموضوع ليس فقط تغيير اسم الدوري زي ما كنا بنتكلم طبعا. قصه ان هي وراها حاجات تانية خالص، وراها تطوير ملاعب تصوير كل حاجه كانت محتاجه ان هي يتم تعديلها وتطويرها، بصراحه كانت لا تليق هذا المستوى، كان لا يليق بالدوري المصري الممتاز. فانت بتتكلم دلوقتي في سبونسر معاك ثلاث مواسم او ثلاث سنين ان شاء الله يقدم لنا شكل مختلف تماما للدوري
المصري وكمان يكون في تطوير في الكرة المصرية. ده أكيد اللي احنا بنأمله الفترة اللي جاية. لأن الدوري المصري يا حضرات كان طول عمره عنصر جذب كبير جدا حتى لكل أشقائنا في الدول العربية. طول عمر الدوري المصري مشتعل وقوي، بيضم أسماء تخض وبيضم يعني فنيات ومهارات ولعيبة حريفة على أعلى مستوى، وكان بيخلو من اللغط اللي كنا احنا بنتكلم فيه بقالنا فتره طويله الحقيقه، شويه النواقص وشويه المنطق اللي ساعات بنشوف له مظاهر معينه. فنتمنى ان شاء الله ابتداء من الموسم اللي جاي نجد ما يسرنا لما نتابع كل الماتشات ان شاء الله. عايزين كمان نقول مليون مبروك لمنتخب مصر الفوز بلقب النسخه 13 من البطوله العربيه لكره السله سيدات بعد ما فازوا على المنتخب المغربي في اللقاء النهائي او المباراه النهائيه للبطوله اللي اقيمت في الصاله المغطاه باستاد القاهره الدولي. تالقت الحقيقة ثريا محمد ونادين السرعاوي وفاطمة ممدوح اللي صنعوا فارق كبير من بداية اللقاء، وكمان رنيم الجداوي تألقت في الهجوم والدفاع لينهي منتخب مصر المباراة بنتيجة 96-75 وتحسم مصر اللقب. مليون مبروك. الخبر بقى اللي عجبني جدا بعد كده هو طبعا هروح تحديدا للفارس المصري نايل نصار. هو فاز بكاس الملكه اليزابيث للفروسيه، دي واحده مفروض من احد اعرق البطولات العالميه قيمه كمان في الجوائز. الجائزه بكام؟ قول بقى رقم. لا مش عارف، بدل ما اقول حاجه وافتي. لا رقم محترم جدا يعني طبعا. من اول مليون وانت طالعه. هو مليون دولار. يا مليون سلام. دولار. حلو قوي مليون دولار عامه. يعني الفارس المصري، وهو المصري ركزوا حضراتكم في دي لانه بيلعب باسم مصر، حقق انجاز تاريخي للفروسيه المصريه بزمن 35.58 ثانيه فقط. طب هو عنده كام سنه؟ هو من مواليد 91، يعني عنده تقريبا 32 سنه، وانتقل لكاليفورنيا عام 2009 مع اهله، كانوا طبعا كلهم مصريين، واحترف باسم مصر وما زال بيحقق بطولات عالميه ورافع علم مصر. دي حاجه اعتقد محترمه جدا تستحق كل التقدير والتحيه، والصحف كتيره كمان تناولت الموضوع ده وركزت على فكره رفع علم مصر في البطوله، ودي حاجه برضو مهمه يعني بشكل كبير لينا. الرياضه اللي هي بتعتبر في العالم كله قوه ناعمه لهذه البلد اللي بتمثلها، فاعتقد برضو مصر يعني محققه انجازات كبيره في رياضات مختلفه مؤخرا. وطبعا نايل احنا عارفين قصته ان هو متجوز بنت بيل جيتس، يعني فبرضه كانت قصه حب من فتره واتجوزوا تقريبا 2021. يبقى كده قيمه الجائزه مهما بلغت مش فارقه كتير. ما رحناش بعيد، ما رحناش بعيد. تعالوا برضو نعرف حضراتكم مجموعه يعني من الاخبار. منتخب الناشئين لكره اليد مواليد 2004 و2006 بيستعدوا حاليا للمشاركه في بطوله العالم للناشئين والبطوله الافريقيه، بيستعدوا من خلال معسكر مشترك للمنتخبين. منتخب مواليد 2004 هيشارك في بطوله العالم للناشئين اللي هتقام في كرواتيا خلال الفتره من 2 إلى 13 أغسطس، في حين ان منتخب الناشئين مواليد 2006 هيشارك في البطولة الإفريقية للناشئين لكرة اليد. وطبعا احنا منتظرين المنتخبين يرجعوا لنا وهم منتصرين ومحملين بالكؤوس ان شاء الله بإذن الله ده يحصل. على كل حال كنا بنتابع الفترة اللي فاتت وكنا سمعنا من كذا طبعا شخص مسؤول أو معني منهم دكتور منار غانم اللي بتكون دايما معانا على التليفون، إن في موجة حارة مش بس في مصر في الأيام اللي فاتت كانت بتشهدها البلاد، يعني لا العالم كله يا كريم كان في ارتفاع ملحوظ في العالم كله تقريبا في درجات الحرارة. خلينا نروح نتابع حالة الطقس بعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بعودتنا وعودة حضراتكم معانا مرة تانية، وخلينا ننتقل لدلوقتي أخبار النادي الأهلي. هنروح لهنا أبو القاسم، هي موجودة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنا صباح الهنا عليكي وبونجور ومبروك علينا طبعا، يعني كلنا سعداء بعودة الدوري مرة تانية ودرع الدوري مرة تانية لمكانه الطبيعي. خلينا نسمع منك آخر الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي والفرق المختلفة، تفضلي. يا صباح الخير عليكم، يعني طبعا في البدايه ببارك لكم انا واندو يا كريم ولكل مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان. يعني النادي الاهلي بطل الدوري المصري للمره 43 في تاريخه. النادي الاهلي حقيقه بيعمل موسم مميز جدا، موسم يعني حقق كل البطولات اللي دخلنا فيها قدرنا نفوز بيها، سواء مرتين طبعا السوبر المصري، بطوله كاس مصر، بطوله الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا، يعني موسم مميز جدا. وخليني كمان اقول لكم ان احنا محققين ارقام مميزه
جدا في بطولة الدوري، يعني أقوى خط هجوم أقوى خط دفاع، وكمان الفريق الوحيد اللي ما خسرش ولا مباراة. يعني طبعا الحال واحد فخور ان هو اكيد بينتمي لكيان عظيم زي النادي الأهلي، فطبعا ببارك لكم. كمان الحقيقة ان انا عايزة اقول لكم، كنت بتكلم مع احد الاعضاء قبل اللايف وقال لي احنا خلاص كده بقى هنبدا نطالب اللعيبة ان هم يحققوا كأس العالم للأندية، لان طبعا انتوا عارفين ان جماهير النادي الأهلي يعني طموحهم لأبعد حدود، دايما بيطلبوا الحقيقة أصعب الحاجات، وخلاص بقى احنا نبدأ فعلا نطالب اللاعبين ان هم يحققوا كأس العالم للأندية. الحقيقة ان الموسم السنة دي استثنائي مش بس لكرة القدم، لا كمان على صعيد الألعاب الأخرى. يعني الحقيقة ان معظم الفرق الرياضية الحقيقة حققت معظم البطولات، يمكن كمان أكتر من فريق حقق العلامة الكاملة في جميع البطولات. وكمان بقى الحقيقة على صعيد الإنشاءات، يعني شايفين تطور كبير جدا في الإنشاءات داخل النادي الأهلي، وآخرهم طبعا افتتاح فرع النادي الأهلي الجديد، فرع القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس. يعني الحقيقة كيان عظيم كيان النادي الأهلي، وكل الإنجازات دي أكيد بتليق بالنادي الأهلي. خلونا بقى دلوقتي نبدأ أخبارنا النهاردة، والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيستأنف تدريبات وبعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة، طبعا كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر مارسيل كولر. النهاردة بقى تجمع الفريق هيكون الساعة 5، والمران هيبدأ الساعة 6 عشان بقى يبدأوا الاستعدادات للمباراة القادمة واللي هتكون أمام الزمالك يوم الخميس القادم الساعة 8:30 مساء. لأن طبعا زي ما احنا عارفين انه لسه متبقي 5 مباريات للنادي الأهلي، لكن في الآخر خلاص احنا أكيد حسمنا بطولة الدوري. كمان بقى خليني أقول لكم انه غدا هيكون أيضا في مران، هيكون الساعة 6 مساء، وهيكون آخر مران قبل مباراة الزمالك. وبعد كده الفريق بقى إن شاء الله هيدخل في معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، عشان بقى طبعا يدخلوا في أجواء المباراة. يعني كل التوفيق لرجال كرة القدم، إن شاء الله يقدروا يفوزوا يوم الخميس، لأن طبعا زي ما احنا عارفين إن أكيد مباريات الزمالك بيكون ليها طابع خاص، والفوز فيها بيكون أكيد محبب وليه طعم خاص عند جميع الأهلاوية. يعني ده أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والخبر الأول متعلق بمنتخب سيدات كرة السلة واللي بيتوج بالبطولة العربية. يعني طبعا بنبارك لهم وبنبارك أكيد لكل المصريين، ده طبعا بعد فوزهم أمس على فريق المغرب بنتيجة 96-75، حقيقة هم قدروا يفوزوا بالبطولة بمنتهى السهولة. أكيد ده بيبين مستواهم، يعني سواء في الفاينل أو في السيمي فاينل قدروا يفوزوا بفرق كبير. زي ما قلت امبارح فازوا بنتيجة 96-75، وفي السيمي فاينل كانوا بيواجهوا الكويت وقدروا يفوزوا بنتيجة 99-32. طبعا أكيد كان بيضم قائمة منتخب مصر سداسي النادي الأهلي اللاعبة سرية محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، ميرال أشرف، حبيبة محمد، ويارا أسامة، وأكيد طبعا ساعدوا المنتخب في الفوز. أكيد بنبارك لهم وبنبارك لمنتخب سيدات كرة السلة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة وشباب كرة الطايرة منتخب مصر لكرة الطايرة تحت 21 عام، واللي قدروا يفوزوا يحققوا أول انتصاراتهم في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم على المكسيك بنتيجة 3-1. وأيضا الحقيقة ساعد أكيد الفوز في المباراة ثنائي النادي الأهلي اللاعب زياد أسامة واللاعب حمزة الصافي. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمة. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد هيبدأوا بقى الاستعدادات لبطولة الأبطال الدولية. هيدخلوا إن شاء الله في معسكر مغلق في أول شهر أغسطس، هيكون في سلوفينيا، وهيكون معسكر مغلق 10 أيام. بعد كده بقى هيتجهوا للبوسنة طبعا استعدادا للبطولة، واللي هتكون منافساتها من يوم 14 حتى 18 أغسطس. يعني طبعا كل التوفيق لرجال كرة اليد، إن شاء الله بقى يعملوا بطولة كبيرة بتليق باسم النادي الأهلي. دي أخبار الفرق الرياضية. كمان بقى خليني أقول لحضراتكم إن النهاردة هيكون في اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي هنا طبعا بمقر النادي بالجزيرة، وهيناقشوا أكيد أمور متعلقة بكل القطاعات داخل النادي. أكيد طبعا هيكون في قرارات جديدة بيتم طبعا الإعلان عنها على صفحة النادي الأهلي الرسمية، وأكيد كمان هنكون بنناقشها مع حضراتكم غدا في 10 الصبح في الأهلي. كمان بقى خليني أنقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. درجة الحرارة دلوقتي 28، الأعضاء بالفعل متواجدين في النادي، وطبعا بقى في حالة من الطاقة الإيجابية والسعادة لجميع الأعضاء بعد طبعا تتويجنا ببطولة الدوري. تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني أنا هوندو يا كريم، دي أبرز أخبارنا النهاردة، ببارك لكم طبعا أكيد مرة تانية، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو.
يعني تغطية أكتر من رائعة كالعادة منك يا هنا، بنشكرك جدا ومبروك علينا مرة تانية. شكرا ليكي. طيب لازم نقول ان المملكة العربية السعودية الحقيقة في الفترة الأخيرة أصبحت يعني محور حديث كتير من الناس المهتمة بكرة القدم العالمية، وكل يوم والتاني بقينا نشوف لقطات معينة كده يعني بتلفت الأنظار الحقيقة بشكل كبير جدا، آخرها طبعا صورة للاعب الفرنسي بول بوجبا اللي نشرها مؤخرا من مدينة مكة المكرمة بعد ما ترددت أنباء عن انتقاله لأحد الأندية السعودية. ظهر في هذه الصورة هو طبعا بيرتدي الشماغ السعودي الشهير في إحدى الصور، وكتب تحتها تعليق الحمد لله. وفي كلام لحضرات ان نادي الاتحاد السعودي عرض على بوجبا 100 مليون يورو خلال 3 سنوات، لكن هنرجع ونقول اهو لغايه دلوقتي الكلام مش رسمي، كلها معلومات جايه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما فيش حاجه رسمي حتى هذه اللحظه. طبعا الحقيقه يعني لازم برضو نقول ان بوجبا كان بيمر بموسم كارثي مع يوفنتوس بعد ما تعرض لسلسله من الاصابات اللي منعته من اللعب لعده اشهر، ولكن ابتدت اكيد الانباء تبتدي يعني تتواتر حوله بعد هذه الصوره في الفتره الاخيره. أنا بحب جدا الحاجات اللي ليها علاقة بتأثير الثقافات، الثقافات مع بعض طبعاً. يعني لو فكرة bridging the gap بين كل الدول وأوروبا وآسيا، دول عربية وغيره يعني ودول أوروبية، الفكرة أنا أتعرف على ثقافة الآخر، حتى أنشر صورة بثقافة الآخر دي بتعد، حتى لو أنا على فكرة هو ممكن يكون نشر صورة عادية ما فيهاش أي حاجة وراها يعني، بس دي لوحدها أعتقد أن ده نجاح للمملكة العربية السعودية أكيد. مش بس زي ما قلنا هي صفقات لعيبة وغيره عالمية، لا انت ولا حتى فكرة تطوير الدوري السعودي على قد ما هي مشروع او هو مشروع دولة حقيقي. على كل حال برضو بما ان احنا لسه في المملكة العربية السعودية، برضو كان في لقطة حابة ان انا وكريم نعرضها لحضراتكم، ناس كتير امبارح كانت عاملة لها شير، برضو فكرة ابتدت اللعيبة هناك تقلد كريستيانو في الحركات بتاعته، في فكرة لما بيفوز برضو كان بيتصرف ازاي، بلاش انا اشرح، خلينا نشوف الفيديو ده. واضح ان احنا الفتره اللي جايه هنشوف لقطات لطيفه من الصنف ده كتير في المملكه ده جزء صغير، خلي بالك برضو انت مش يعني عشان كوبي رايت وغيره ما بتبقاش قادر تعرض الفيديو كله، بس يعني منتشره بشكل كبير طبعا. تعالوا بقى نروح للالعاب الغريبه الى حد كبير، واللي جزء كبير منها هو ترفيهي في المقام الاول. تعالوا نشوف الفيديو جراف ده ونتعرف من خلاله عن لعبه معينه او رياضه معينه هي فعليا عباره عن دحرجه على منحدرات داخل، تابعوا برضو معانا صحيح. نشوف الفيديو جراف ده وبعد كده نطلع فاصل ونرجع بقى نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. لو حضراتكم بتابعونا بصفه مستمره اكيد خدتوا بالكم ان احنا في الفتره الاخيره وقفنا احنا وضيوفنا اكتر من مره عند تفصيله معينه متعلقه بكولر ومساله التدوير اللي هو بيعمله باقتدار شديد جدا وبنجاح كبير، ودي حاجه لفتت انظار كتير جدا من الاهلاويه. وقلنا لكم في بدايه حلقتنا النهارده ان احنا الفقره الحواريه الاولى هنتكلم فيها عن العلم بيقول ايه فيما يتعلق بهذا الامر او هذا الملف اللي هو التدوير او الروتيشن بين اللعيبه، في ظل طبعا ضغط المباريات بناء على القياسات البدنيه والتخطيط العلمي للاحمال، لان في ناس ممكن تبقى فاهمه ان الموضوع ده بيدار بسياسه اللي هو يعني ايه بالدور مثلا او كراسي موسيقيه، الحكايه مش كده خالص، الحكايه وراها علم. هنحاول على قد ما نقدر نعرف تفاصيله من الضيف اللي منورنا وهو احد المتخصصين في هذا الملف، دكتور احمد سالم مخطط احمال شباب اهلي دبي. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل استاذ نهاوند، وان شاء الله ما نتخانقش النهارده واحنا اتخانقنا المره اللي فاتت والله بنسى من كتر ما بتخانق. لا احنا عاملين قعده صلح المره دي وهنتكلم بقى في موضوع الاحمال والتدوير وحاجات زي كده. صباح الهنا. بس هقول لك على حاجه، خلينا يا دكتور نبدا من البدايه خالص ونشرح اكتر، لان المصطلح ده دلوقتي كلنا بنسمعه اللي هو فكره الاحمال البدنيه والاخطاء اللي بيقع فيها المدرب او الدكتور المختص بهذا الملف، فبالتالي بيبقى تاثيرها على اللعيبه وحش جدا في الملعب وبالتالي السكور. خلينا نفهم يعني ايه فكره تقنين وتخطيط اصلا الاحمال البدنيه وعلى اي اساس بيتم القياسات كمان. شوفي، واحنا يعني برضو دايما نضرب مثل كده عشان نقربها للجمهور. استاذ كريم، احنا عضله الفك دي مثلا المذيع بتاع الاستاذ الهويند او حضرتك بتتكلمه 1000 كلمه في الحلقه. فانا بدرب عضله الفك دي انها تتكلم 1000 كلمه في الحلقه مع تاخر شعور التعب. ده الحمل التدريبي. كويس. بعرضها لجهد، الجهد ده بيخليها تتكلم ال 1000 كلمه وما تتعبش. يبقى كده اصبحت فورمه.
كل ما يجي كل صباح جميل زي النهارده كده وما نتخانقش ان شاء الله. نقوم نتكلم اكد كمان على المعلومه دي. هي قاعده ساكته اهي. نقوم احنا نتكلم 1000 كلمه وما نتعبش كده بقينا فورم ونكمل باقي الموسم بتاعنا قبل ما ناخد الاجازه بتاعتنا على هذا الريت. ده يتقال عليه تاهيل؟ ده يتقال عليه اعداد بدني. التاهيل اللي هو اوسكارين بنستخدمه افضل جاير اللي هو بعد الاصابه ان انا باهلك انك تبقى زي الناس السليم. فبحطك في نفس الاطار البدني ان انت ترجع فورمه زي الناس السليم. عمليه التاهيل بتيجي افتر انجاير بعد الاصابه. احنا في مواسم سابقه لو تفتكر حضرتك كان برضو كنت انت تقريبا لسه بتتكلمي في الحكايه دي امبارح انا فاكر مع حد من الضيوف ان كنا بنقول في وقت من الاوقات ان في مستشفى الاهلي مش يعني من كتر الاصابات وتلاحم المباريات طبعا الاصابات من حيث المبدا اكيد فيها جزء قدري لكن هل الاحمال والنوع ده من الامور برضو ممكن يقلل من معدل الاصابه بتاع اي لاعب؟ لا هو الجزء القدري يا استاذ كريم اللي هو لا يتعلق بالاصابات العضليه المجمعه. عندنا قاعده كده دايما انا اقولها الاصابات العضليه المجمعه في نفس نوع العمل العضلي هي خطا في تشكيل الحمل. ده الجمله دي محتاجه تفسير. التفسير يعني ببساطه كده احنا 20 لعيب في الفرقه. لو 10 لعيبه من ال 20 دول اصيبوا في العضله الخلفيه نفس نوع العمل العضلي اللي هي العضله اللي عامله على النشاط. اوكي. واصيبوا نفس الاصابه. دي مش قدريه. دي حاجه لها علاقه بان هم خدوا جرعه بدنيه زياده وبالتالي اتعوروا كلهم لانهم خدوا الجرعه مع بعض. هو الجزء القدري اللي كنت اقصد بيه اكتر الالتحامات اللي بين الخبطات يعني دي بقى اللي هي واحد رباط صليبي واحد غضروف انما ده بيحصل في الفرقه مش كل يوم ومش كل الناس. صح. انما لما تبص تلاقي عندك 10 من 20 مصابين في العضله الضمه ده غلط ده حمل زياده على العضله الضمه وانا بشغلها فتعرضت لهذه الاصابه. يبقى بنقول القاعده كده اللي الناس كلها تحفظها الاصابات العضليه المجمعه هي خطا في تشكيل الحمل وده كان حاصل في مستشفى النادي الاهلي اللي حضرتك ذكرتيها. ان هو ده الكارثه المجمعه اللي هي خطا في تشكيل الحمل اللي كان ايه اللي حاصل كمان؟ كان اللي بيرجع بيتعور تاني اللي هي حته التاهيل، تاهيل افتر انجوري ما كانتش على نفس الريت بتاع الحمل البدني لان الحمل لو مش سليم التاهيل افتر انجوري مش هيبقى سليم. وبالتالي كان سبحان الله كان لو تفتكر كان احمد فتحي ينزل بعد الاصابه 20 دقيقه في الماتش ويخرج تاني يقعد له شهر. عصام عاشور كان ينزل ربع ساعه بعد الاصابه ويقعد له شهر وهكذا. فهي نوعين من الشغل. الحته اللي هي بتاعت الحمل البدني بقى ان هي اللي حضرتك بتتكلم عليها بتاعت كولر هو كولر ده ذكي جدا لان هو تعامل مع الامر هو ما رفعش درجه الحمل وما زودش الناس بدنيا. انما هو خد من كل واحد اللي يقدر يعمله. وبالتالي لو كهربا بيقدر يديني 60 دقيقه انا مش هديله 90. هاخد منه 60 واخرجه. بس عشان يوصل للمعلومه ان كهربا مثلا كذا وقفشه كذا وشناوي كذا. عمل قياس. لما عمل قياس ما هو القياس ده اللي بيحطني في الريتا. ده جهاز القياس ده الموجود في النادي الاهلي. ممكن مركز بره او يدخل يعمل شويه قياسات في التكنولوجي. هو طبعا متعاقد مع شركه اكيد اللعيبه لابسه جي بي اس الكاتابولت ده وده من خلاله بيوضح المعدلات البدنيه. انت لما بتحط الشريحه دي في القميص الاسود اللي بتلبس اللي حضرتك بتشوفوه في التمرين وفي بعض الماتشات ده بيبقى مرتبط باللابتوب بتاعي بره كمخطط احمال وبقيس عليه الراجل ده يقدر يدي قد ايه تعبش. ده من خلال بقى معدل ضربات القلب وحاجات بتلاقي مسافات مقطوعه. هو جري مثلا في الماتش 10 كيلو وجري في الماتش اللي بعديه 10 كيلو وجري في الماتش اللي بعديه 10 كيلو فانا بعمل له افريج في متوسط الجري فهو ده متوسط الجري بتاعه اللي من خلاله ما يتعبش. أوكي. طب انا عايز اعلي. كولر بقى كمدرب ذكي جدا جه في وسط الموسم وكان في تلاحم. لو كان علا كان غلط نفس الغلطه القديمه لان أوكي. انت في فتره منافسات يا كريم او في فتره ما انت شغال دلوقتي في البرنامج احنا شغالين اهو ما ينفعش تدرب نفسك على حاجه لانك اوريدي شغال. انت بتدرب نفسك على في وقت جسمك بيستوعب فيه هذا النوع من التدريب. علشان تيجي في الحلقه هي دي فتره المنافسات بقى. طب انت جاهز ان انت تهدي كويس. هو تعامل بذكاء في الحته دي وبالتالي عزيز. انا ما كانش مطلوب ان انا اعمل فورمه رياضيه في الحته دي. انا عندي سؤال جنرال شويه بعد كده هنخش طبعا للتفاصيل اكتر بس ليه عمر اللعيبه في اوروبا بيبقى اطول؟ بمعنى ان انا بشوف اعتزالات بتبقى سن كبير. لا ده الجنرال ايديا او ده القاعده العامه عندهم. هنا عندي لا سن 32 35 عمر اللاعب بينتهي. ليه؟ هو ده مرتبط بقى بالعلم اللي حضرتك قلتيه في اول الحلقه واللي الاستاذ كريم اكد عليه. كوره ما بقتش كوره بقت علم. النهارده انا وانا بشتغل بعمل قياس. القياس ده بطلع منه ليفل اب تو ليفل اب تو ليفل. في عندنا هنا في مصر او في يعني
في الدوريات اللي هي مش اوروبيه ما بيقيسوش توتال، بيتعامل مع الكيس على ان كيس. يعني هيجي مثلا بعد كولر حد هيشتغل بطريقه ثانيه، هيجي بعد مدرب المحل حد هيشتغل بطريقه ثانيه. وبالتالي هم في اوروبا بقى يا استاذ كريم من وعندهم 16 17 سنه القياس ده له اثر وماشي معاهم. يعني ما تلاقيش، انما انت مثلا النهارده النادي الاهلي لو انت بصيت لمجمل لعيبه النادي الاهلي هتلاقيهم مدارس مختلفه، وكل مدرسه مش طالعه بنفس الشكل. لما تجيب ديانج مثلا في معدلاته جنب عمرو السوليه مش هتلاقي نفس التارجت بتاع الجري، ومش هتلاقي نفس التكنيكال، نفس الاداء الوظيفي. انما انت لو بصيت ليفربول لما بيروحوا ليفربول بيحطوهم في قالب بدني واحد، لازم كل يوصل للريت ده. لو تلاحظ على محمد صلاح التغيير حتى في حجم الكتله العضليه، لما بيقلع التيشيرت كده يحتفل بالهدف بتلاقي الناس فضلت يا استاذ نهاوند تسال لمده 3 شهور ايه الثلاث فصوص في صدر محمد صلاح، ايه الثلاث فصوص اللي طالعين جداد في الجنبين دول، واخد بالك؟ فدي احنا بنسميها المروحه او العضلات المروحيه اللي هي بتطلع دي. على فكره دي بتعمل ثبات، بتحارب الانستابيليتي في السرعه، يعني بتخلي جسمك في السرعه مقاومه الهواء ليه اقل وبيبقى ثابت السرعه والرشاقه للدرجه دي. طبعا واصلين لادق التفاصيل. شوف دي بقى لو اي لعيب عندنا في مصر مثلا قلع التيشيرت واحتفل مش هتلاقي الكلام ده. ليه؟ لان احنا مش واخدينها زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم، مش واخدينها قوي علم، انما احنا بنحاول. مع ان المفروض ان يعني بحكم التطور اللي طرأ علينا في الفتره الاخيره وبحكم وجود جهاز للقياس زي اللي حضرتك بتتكلم عن تفاصيله ده، يعني ايه اللي منعنا ان احنا نواكب التطور وان احنا ناهل لاعبتنا؟ ما بيطلعوش يا استاذ كريم، كل نادي يبقى عنده الجهاز ده. ما هو كل نادي لو هو عنده الجهاز ده الراجل ما بيطلعش بيتاسس صح. يعني المفروض الكلام ده في منتخبات مصر مثلا. عندي 4 فرق، في فرقه هتلعب اولمبياد اهو، المفروض الناس دي كلها تخضع للقياس وتمر بفتره من التدريب الرياضي، سواء جه كريم مسك او احمد مسك او اي حد مسك. هذا العمل البدني ثابت بيخضع له كل 3 شهور قياس، بيخضع لنظام غذائي معين، بيخضع لحياه احترافيه كامله، علشان انت بعد 3-4 سنين تلاقي القوام ده مسمع بقى. جبت انت تارديلي، جبت كوبر، جبت اي حد، هو هيبقى ماشي على نفس الاطار البدني ما يخرجش منه. لو الناس دي متجهزه بدنيا صح زي ما الاستاذ نهاوند قالت، هتبص تلاقيهم مع اي مدير فني بيلعب 90 دقيقه وعنده استعداد يلعب كمان 90 دقيقه بعد الماتش، هيتاخر ظهور التعب كتير وهيبقى فورمه. انما احنا كل واحد بمدرسته، وكل حتى في المنتخبات الوطنيه تلاقي مثلا بيقيسوا اول مره وبعد كده بخلص البطوله بنهي التجمع. لا، انا لو ربطت الجيل الصغير في المنتخبات القوميه ببطوله انا مش هوصل لفوق. عكس اوروبا، اوروبا واخدينها خطه طويله المدى. وبعدين عندهم في ليفربول مثلا عندهم 16 واحد فريق تحليل، التحليل الوظيفي اللي كنا اختلفنا فيه انا والاستاذ هاويند. انا النهارده مش عايز، انا عايزك فعلا كولر ذكي، وانا متفق معاه وهي كان كلامها سليم 100% واجاد في استخدام ادواته. انما في حاجه اسمها تحليل وظيفي، انت ما تسيبنيش برضو وما تمشيش في النادي الاهلي وكهربا ما زال يقعد 60 دقيقه بس، ومحمد هاني ما زال شاطر دفاعيا بس. انا عايزه يجيد هجوميا ما يجيده دفاعيا، عايزه اللونج سبرنت اللي بيعمله رايح جاي ده ما يبقاش نص جهده مهدر، يعني ما يروحش جري يقطع 40 متر ويرجع تاني ويروح يقطع 40 متر ويرجع كده. كل لاعب منهم بمعنى بقى ان انت او معنى كلامك ان هو يبقى ليه كمان بعد ده يبقى ليه تدريب خاص، مركب فني بدني، لان البدني لما بيخدم الفني والخططي فانت بتلاقي لعيب مكتمل. انما النهارده علي معلول بيجري، علي معلول ما بيروحش الا لما يعمل كروس اوفر، ما بيروحش الا لما يشارك، ما بيروحش الا لما يعمل اختراق من العمق. اداؤه الهجومي زي اداؤه الدفاع او اجادته للموضوعين واحد. محمد هاني دفاعين كويس قوي، هجوميا ما بيروحش او لما بيروح ما بينتجش. فلازم كولر بقى من الذكاء ان هو لما عمل استخدم ادواته كويس وفنش الدوري بدري وافريقيا والكلام ده كله، ده جميل جدا. انما انا عايزك ما تسيبنيش في الحته دي، عايز ناس تعلى، وخصوصا احنا داخلين على الموسم الجديد. في حاجات ممكن تبقى فيها مساحه للاختلاف في الرؤى، يعني مثلا في ناس ممكن تشوف ان لا محمد هاني طبعا في الجزء الدفاعي لا غبار عليه، وفي الجزء الهجومي في ناس كتير ممكن تشوف انه بالعكس انه بينتج. هل بتبقى الرؤيه ممكن تختلف بحكم التخصص يعني؟ لا، هو تشوف دي يا استاذ كريم يعني ايه؟ تشوف كجمهور ولا تشوف وظيفيا؟ لا بتكلم، احنا بنتكلم بلسان حال الجمهور بشكل ضمني. لا، في حاجه بقى في التدريب الرياضي اسمها تحليل وظيفي سكاوتنج. انا كمتعاقد مع شركه تحليل
عالميه. الشركه دي بتدي لي ريبورت كامل بدني فني خططي عن مركبات الكره لهذا اللاعب وواجباته الوظيفيه. ما بتسيبنيش كده، يعني انا مش باجي اقول لك الكلام ده وانا دي رؤيتي، لا ده بناء على تحليل. مش كل الانديه عندها ده، مش كل مش كل متعاقد، بس انا احسب ان الجهاز الفني وده مش كويس، مش صح، مش صح طبعا. لان انت كجمهور يا استاذ كريم او كمشجع او كراجل كوير برضو ممكن تتخدع في اللعيب، يعني ممكن تهلك ان اللعيب ده تعب جدا النهارده وهو تعب جري 13 كيلو مثلا اعلى معدل جري بس لم ينتج فنيا فيهم. يعني هو رايح جاي رايح جاي، راح خمس مرات اهو قطع 500 متر كيلو مثلا، نص كيلو، النص كيلو ده ما فيش فيه منتج فني. اوكي، عمل تحديات هوائيه، عمل 20 جامب، كل ما يطلع جامب باخدش الكوره بس هو بيطلع الراجل، ما عمل يعني اللي عليه، مجهود مهدر على الفاضي، جهد مهدر. طب حضرتك من شويه وانت بتجاوب على سؤال من الاسئله استشهدت بليفربول وقلت ان في ليفربول هم كل اللعيبه على نفس المستوى وعلى نفس الكفاءه ونفس القدرات الى اخره، واللي تم تظبيط انجاز التعبير الكل على نفس الموجه بدنيا بطبيعه الحال. وقبل منها بشويه كنا بنقول ان كولر، وانت شفت ان ده ذكاء منه، ان هو ما رفعش المعدل الاحمال على اللعيبه، وان هو خد القياسات وعرف يوظفها صح. اللي يقدر يجري 50 دقيقه بيلعبوا ال 50، اللي اخره 30 بينزلوا ال 30. انهي الاصح، ان انت ترفع كفاءه الكل لنفس المستوى، ولا ان انت تحسن استخدام او استغلال المتاح في كل لاعب وتوظفه صح في التوقيت الصح؟ ما هو حسب انت جاي في انهي فتره. في حاجات انا ينفع اعملها زي ما حضرتك بتقول كده جوه فتره المنافسات، وفي حاجات ما ينفعش. وهو كان من الذكاء ان هو ما حاولش يعمل كل حاجه في 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 اثناء اللعب او اثناء، لانه كان انت قدر النادي الاهلي دايما ان ما بتلاقوش بطوله واحده طبعا، تلاقي في الدوري مع افريقيا مع الكاس مع بطوله عربيه مع طبعا. فانت النهارده وانت جاي تمسك لما بتعمل قياس بتشوف انت تقدر ترفع في 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 في, 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 في الوقت ده ولا لا. التوقيت اللي انا ماسك فيه يا استاذ كريم مهم جدا. طب انا النهارده خلصت موسم اهو، خلصت افريقيا، خلصت دوري، خلصت كاس، اوكي عندي بقى فتره اعداد. فتره الاعداد دي هي الفتره اللي انا بقول اقدر ارفع فيها المستوى زي ما حضرتك بتقول كده. يبقى اقدر اوفق بين الحفاظ على ما تم اكتسابه واكتساب فورمه رياضيه جديده. اوكي، طب انا لو ما قدرتش بقى، لو ما قدرتش في فتره المنافسات، هيبقى عندي فتره الاعداد ان انا اقدر اعوض فيها الفاقد لدى ناس وما اشتغلش على عناصر بدنيه اوريدي موجوده. يعني السريع ما اشتغلوش على السرعه، بس احنا بالمنطق ده ما شكلناش هيبقى متاح عندنا فتره اعداد ابدا، لان احنا من بطوله لبطوله، يعني ما بتجيش الفرصه دي قوي لعيبه الاهلي. انا خلي بالك احنا اسقاطنا مش على النادي الاهلي، انما هو قدر النادي الاهلي انه بطل وقدر النادي الاهلي انه نص فرقته او ثلاث ارباع فرقته في منتخب وغير المنتخب. لو انت بصيت لثلاث ارباع من لعيبه النادي الاهلي اللي هم على المنتخب الاولمبي في واساسيين، مش ثلاث ارباع ده يمكن خمسه سته. فالنهارده الناس دي كلها ده جيل 2003 في النادي الاهلي وجيل 2001 في النادي الاهلي، اشتغلنا معاهم يعني بطبيعه الحال كمخطط احمال للنادي الاهلي قبل كده. فالولاد دول طلعوا راحوا الفريق الاول وجم على الاولمبي وشويه وهيلعبوا في الفريق الاول في المنتخب الاول وشويه جاي لهم احتراف، فانت ده قدره. انما الميزه في النادي الاهلي ان دايما بتلاقيهم في حاجه في النادي الاهلي بتعوض الروح. يعني روح اللعيبه بتاعت النادي الاهلي وتربيتهم في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيخليهم دايما مختلفين او دوافع البطوله عندهم كبيره، وبالتالي حجم الجهد كبير، وده خلي بالك مش تدريب، ده موروث. يعني بص لاي لاعب في النادي الاهلي، بص هو بيلعب وطلع له سكاوتنج، اعمل له انستات مثلا وطلع له سكاوتنج، وبص لاي لاعب تاني هتبص تلاقي معدل الاجاده عنده حتى لو هو وظيفيا ضعيف عالي. بياخدك ده لان هو لما بيلعب ثلاث بطولات بتلاقيه كفاءة، وهو وحش مقبول زي ما انت بتقول كده. الجمهور مش شايف ان محمد هاني عامل كل حاجه. محمد هاني اللي انت بتتكلم عنه يا كابتن احمد ده احلى لعيب في الفرقه. طب انا بكلمك بقى وظيفيا، ده الاختلاف اهو، اختلاف جه اول واحده انكش انكش انا بكلمك انكش. انا قاعده ساكته وده اساسا نادر، وهسيبك يعني دي من الحلقات او الفقرات النادره اللي ببقى قاعده ساكته بس هسيبك مش هتكلم. اتفضل. هو انا هو فعلا الجمهور شايف ان هو مليون في المية. انما انا لما اجيبه قدام الفيديو ديانج مثلا، بس تقول لك ديانج قطع نفسه الماتش اللي فات والماتش اللي قبله، انما تخيل ان ديانج فاقد 32% من فورمته الفنيه. اوكي، الباص الميس باص عنده عالي جدا، فلازم ده اكتيفه مع
الجهد البدني الخارق لدياز. طب رايك ايه من اللعيبه دلوقتي اللي ينطبق عليهم الرؤيه اللي بتتكلم مع اساسها فكره تطويرهم بدنيا وفكره الاحمال فعلا جايبه نتيجه ايجابيه عليهم لما تم التركيز عليها من قبل كولر وفي بروجرام او في يعني برنامج ماشيين عليه، مين من اللعيبه اللي ملاحظ ده قوي معاهم؟ اللي اعادك شوف بقى السؤال ذكي انت يعني قول لنا بقى طب هو عمل حاجه ولا ما عملش اقل حاجه لا هو بقى يعني احنا يحسب لكولر بقى في استعاده الصفات الفنيه والخططيه والبدنيه ل دي حاجه متلاحظه يعني الناس كلها بتتكلم عنها بس انت لازم انا اقولها بقى بس اسمعها يعني اسمعها منك مثلا يعني في ناس ممكن تبقى اجابتها على سؤال نيواند ده حسين الشحات بيرسي تاو والناحيه الثانيه بيرسي على فكره وديانج كمان هو ديانج وظيفيا قالل في الميس باس انا هو كلاعب نص ملعب المفروض ان انا لما بقطع ببني هجمه الحته دي عنده قله شويه انما هو الاجابه بقى على استاذ هوند السؤال ده زي ما حضرتك قلت كده حسين الشحات وبرستاو عاليين جدا مع كولر ليه؟ لان اعاد توظيف قدراتهم لخدمه الفني والخططي وبقى سبحان الله بقى يشكلهم يعني مره يجيب حسين الشحات من تحت ومره يجيبه في نص الملعب ومره يقول له تعالى طرف ملعب شمال ومره بيرستاو يدخله نص الملعب ومره يديله حريه حركه في نص الملعب كامل وده بيجهده على فكره ومره يقول له لا خليك في ال 30 متر بس تلاقي ديانج ياخد الطرف ويعدل اللي جايبه وشه ما يعملش حاجه وتلاقي الشحات يعمل وديانج يخش راس حربه يجيب جون شفناها في ماتش الوداد مرتين هنا وهناك العكس ديانج عمل حسين وحسين عمل تاو عمل حسين وحسين عمل تاو فالقصه هو ده فعلا كولر بدأ وظيفيا يشغل الجناحين بتوع النادي الاهلي لخدمه الفريق ككل واللعيبه كمان بدأت تلاحظ وده مش كلامي بالمناسبه تعليقات كتير جدا من النقاد الرياضيين وغيرهم بيقول لك الاجهاد او الجهد البدني ما بقاش واضح على اللعيبه زي ممكن اقارن مثلا اقرب حاجه الموسم اللي فات لا انت بتشوف لا فعلا اللاعب نازل ال 90 دقيقه او ايفن 90 بلس اللاعب في كامل قواه البدنيه ما هو لان هو زي ما قلت حاجة هو ذكي ما بيرهقش اللاعب والروتيشن ده مهم جدا يا استاذ كريم ان انت يبقى عندك النهارده لعيبه انت عارف انه لو لعب 90 دقيقه ولعب 90 دقيقه بعد ثلاث ايام هيتعب مش هيديك باقي الاسبوعين الجايين فهو بيعمل ايه؟ بيديله اللي انا خلاص انا محتاج بيرستاو العبه 60 دقيقه والماتش اللي جاي مش مهم بالنسبه لي ان انا العبه ده انا عايزه في قبل نهائي افريقيا اقوم اعمل ايه؟ اقوم اريح تاو تعالى حسين الشحات اديك نص ساعه تبقى ان فورم لانه لو ريحه مش في روتيشن هيفقد فورمه انا بريحك وانت واصل للتوب فورم او ماخدك شويه وانزلك تاني واخدك شويه عشان ما تنساش الكور وانزلك تاني الروتيشن وهو حرفي جدا 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 في التدوير واستخدامه لان التدوير قصه واستخدامه قصه تانية طيب في عباره شهيره جدا ومن ضمن موروث عظيم لجماهير النادي الاهلي عبر الزمان روح الفانيلا الحمراء احنا عايزين نعمل مقارنه كده بين وده تعبير مجازي اللي هو روح الفانيلا الحمراء بالمقارنه او في الكفه الثانيه هنحط قصادها العلم هل الروح القتاليه اللي موجوده عند كل لعيبه النادي الاهلي ممكن في وقت من الاوقات تتفوق حتى على الاعداد البدني يعني ممكن وانت نازل وانت تعبان وماتشات ورا بعض و و و و ومسافر وب 16 ساعه رايح وزيهم راجع الى اخره لكن لمجرد ان انت نزلت الماتش ده وانت بتتمتع بالروح القتاليه او روح الفانيلا الحمراء بنسبه 100% هل ده ممكن يوازن الاعداد والتاهيل والاحمال والحاجات اللي زي كده لا ده كتير بيحصل يعني كتير النادي الاهلي بيبقى في عز تعبه بيتالق في بلس 90 وبيتالق في اخر 10 دقائق وده لان الاهلي عنده زي ما قلت لحضرتك كده عنده دايما كل لعيبته عندها جينات الخوف الخوف من الهزيمه او الخوف من الفشل او الخوف انه ما ياخدش بطوله زي ما انا كنت ضربت مثل مش فاكر فين تحديدا قلت ان النهارده واحنا قاعدين اهو كلنا مش قادرين نجري بس احنا ممكن نجري من هنا لغايه لو حاجه هجمت لو احنا اسد دخل كلنا هنجري في مش قادرين نجري بس ده ادرينالين الخوف الخوف بقى في لعيبه الاهلي من ايه من الهزيمه خايف من جمهوره خايف من حساب انت ما ينفعش تخسر انت بتلعب الزمالك لا لازم نكسب احنا الاهلي هو دايما روح البطل بتفرق في العوامل البدنيه يا استاذ كريم وخلي بالك لها علاقه بالعلم لان فيسيولوجيا انت لما ادرينالين الخوف ده بيفرز في الجسم من خوف بقى من اي حاجه
لما الخوف من الفشل نفسه لما بيفرز في الجسم بيدي لك قدرات غير طبيعيه في جسمك انت نفسك بتكشفها وبشكل مؤقت ما كنتش حاسسها في الموقف في نفس الكيس في نفس الموقف فده بتلاقيه مثلا الاهلي بيلاعب المحله ومحتاج الثلاثه بونت والثلاثه بونت مهمين جدا والنتيجه 0-0 من الدقيقه 80 للدقيقه 90 والوقت بدل الضيع لو 5 دقائق مثلا 95 بتلاقي في الربع ساعه ده اهلي تاني خالص غير اللي انت شفته من الدقيقه 1 للدقيقه 80 لان دوافع الفوز عنده عاليه جدا وبتلاقي المحله من الدقيقه 80 للدقيقه 95 محله تاني خالص ليه؟ لانه عايز يطلع ببونت فبيحافظ على ما بتلاقيهوش نص ملعب النادي الاهلي عشان كده يقول لك تقسيمه الاهلي بيلعب تقسيم وهم نايمين في ال 18 هم نايمين في ال 18 لان هو عايز البونت والاهلي نايم قدام الجول لان هو عايز الثلاثه بونت فكلامك سليم مليون في الميه وخلي بالك ده علمي مش علمي لا ده علمي سليم مليون في الميه لان الخوف من الفشل او البحث عن الفوز البحث عن اللقب او خوفك من الجمهور اللي عمال يزعق ويقول لك بينتحر علشانك انت بتبص لجمهور الاهلي تكتشف الحاله اللي موجوده في لعيبه الاهلي لو بصيت للشباب وهم شغالين التالتة شمال والحاجات الجميله بتاعتهم دي او دخلاتهم او دايما يجيبوا كده يقول لك نفسيا انا اجيبك ابص قدام التلفزيون بص شوف الولاد دول بيعملوا ايه والمدرب الشاطر اللي فيسيولوجيا يعامل اللعيبه كده بص شوف الولاد دول بيهتفوا ازاي كده ده بيهتف عشانك لما بتحضرهم قبل كده الماتش الوداد واعتقد ان ده حصل ونفسيا حصل شوف الناس دي بتعمل ايه عشانك فما ينفعش تخزله وما ينفعش ما تبقاش زي ما بنقولها بالبلدي كده راجل راجل في الملعب لازم تبقى راجل في الملعب على قدر الايه المسؤوليه فده بيستدعي كل قدراتك الفسيولوجيه الداخليه اللي مش موجوده حتى او اللي موجود منها حاجات بسيطه بتحضر وقتها طب الضغط اللي بتعرض ليه بناء على الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي لان ده ممكن برضو يترجم بضغط على اللعيبه بالمناسبه يعني ممكن ان انا اكون مضغوط اكتر لما اشوف حاجه زي كده عشان المسؤوليه بتبقى اكبر ده ممكن ياثر سلبي ولا ايجابي ولا هي قصه عليها علاقه بكل شخصيه وكل لاعب ليه شخصيه مختلفه ده سؤالي رقم واحد رقم اتنين اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده دلوقتي ما كانش موجود في الاجيال القديمه كانوا بيلعبوا عادي وبيتمرنوا وممكن مع نفسهم ما كانش فيه سيستم ما كانش ولا فيه حاجه اجهزه قياس بس ما كانش فيه النتائج السلبيه اللي هي دلوقتي موجوده اللي احنا بنحاول تداركها عن طريق التكنولوجيا اللي دخلت الرياضه ففسر لي دي لان فعلا ما لهاش تفسير السؤال الاولاني اللي هو بخصوص القياس الضغط الضغط انت حضرتك قلتي ان الضغط على اللعيبه ده حسب كل شخصيه لا ده حقيقي فاتي ايه فردي انا سمعت ده حقيقي لان كل لاعب فعلا لما بيتعرض للضغط للشخصيه بتاعته صحيح بس هو شخصية النادي الأهلي في الآخر كل اللي بيلبس تيشيرت النادي الأهلي بيبقى موجود بياخد من المجموع وبيغلب عليه صفة المجموع. أوكي. الضغط صحيح فعلا ساعات يا أستاذ كريم بيبقى سلبي وبيخليك بيخرجك بتوصل لحدود إن أنت خلاص تهت. أنت عايز تعمل كل حاجة والدنيا زرقت عليك والنهارده مش يومك فبالتالي بيخليك ضغط سلبي. حتى لو أنت بدنيا جاهز بالظبط. إنما ده مش في كل الاحوال لان شخصيه البطل دايما بتغلب القهر السلبي السلبي ده بيبقى ان كيس يعني حاله واحده ماتش واحد اثنين انما طول الموسم الاهلي بيتفوق على نفسه بدايه الدقيقه 80 او شخصيه البطل بتتفوق بدايه الدقيقه 80 للعوامل اللي انا قلت لسيادتك عليها فيما يتعلق بقى بزمان ودلوقتي هم زمان اصلا العادات الصحيه والعادات القوميه والتغذيه غير دلوقتي كانت غير الحياه كلها يعني انت النهارده كنت بتلاقي الكباتن زمان كان عنده استعداد يجري 120 دقيقه ليه لان اوريدي زمان ما كانش فيه كويك برجر قصدك الفاست فود والحاجات دي اللي دخلت هي دي السبب يعني زمان كان يعني انا فاكر مش زمان قوي يعني انا احنا في كليه التربيه الرياضيه كان عندنا مثلا اختبار العاب قوه الاختبار ده هنجري ضاحيه 6 كيلو اشتري كيلو اللبن واخرم الكيس من الجنب كده واشربه كده ولا غيلي ولا وده كده صحي ما يا ده انا ما بكلمكيش صحيا انا بكلمك على كان بيحصل ده كان بيحصل لو قسنا زمان اللعيبه بتوع زمان كانوا بياكلوا ازاي وبيعملوا ايه صحي مش بس فعلا هي معادله غريبه يعني زمان ما كانش فيه كل اللي بيقدم دلوقتي للعيبه رغم كده كانوا لعيبه لها قيمه ولعيبه ما بتتعبش وما فيش اجهاد بيبان بسهوله وبيكملوا الماتشات بس برضه ما كناش زي اوروبا
يعني حتى بس الجاب كانت اوسع من دلوقتي ولا زمان كانت الجاب قريبه؟ لا ما كانتش قريبه، بس احنا بقول لك زمان كان يقول لك اللي هو اللعيبه بتوع زمان في الاكل حتى كان ما فيش يعني السمنه البلدي دي، الحاجات اللي هي دي كلها العادات الصحيه السليمه مع العادات القوميه السليمه، ما كانش في سهر، ما كانش في مثلا يعني افتكر لعيبه النادي الاهلي ما كانوش بيصيفوا في المالديف، ما كانوش بيروحوا باريس. بس هو مش غلط ان انا صيف في الاجازه بتاعتي يعني، ده مش مش غلط، غلط. ده على مستوانا كده احنا ما ولا احنا كده هنتخانق. لا انا ما اقصدش، انا اقصد ان زمان كانت العادات الصحيه والعادات القوميه وعادات التغذيه نفسها ما كانتش محتاجه ان انا اجريه. هو اصلا لما كان بيجي يتمرن شويه في استاد تيتش مع المهارات، المهارات زمان كانت غير دلوقتي. يعني عايز تقول في قدر من المسؤوليه كان زمان عند اللعيبه اكتر، وبقى في دلوقتي تكتيف. يعني انا النهارده بقيت انت مقيد ان انت تنفذ لي طرق لعب. برضو اللي جم الاجانب فايتسا والناس اللي قبل كده دي الاسماء دي جت مصر طورت اللعبه شويه، بقتش لعبه بلدي اللي خطيب ويرقص واحد واثنين وثلاثه واربعه يجيب جول. طب ما الخطيب لو مش موجود هنعمل ايه؟ هتبقى مشكله. فهي احنا الاجانب لما جم طوروا الكرة شوية، طوعوها لخدمة الخططي. الكرة لما خدت شكل خططي دلوقتي في ناس كتير جدا تقول لك ده دلوقتي أمتع من زمان. دلوقتي احنا بنتفرج على ريال مدريد أحسن من زمان. وبنتفرج على الأهلي أحسن من زمان. مش في كله بصراحة يعني، ولا ريال مدريد ولا حتى منتخب إيطاليا يعني، لا في لا ده أنا بكلمك رقميا. أنت بتبص لها كأنها كانت كرة حلوة. أو كان كانت كرة جميلة. في المشاهدة يعني. بس كانت فردي. يعني تحس كان الدارج زمان في كل العالم اللعب الفردي اكتر من الجماعي. يعني لو كنت بتتفرج على الارجنتين ما تستحملش تشوفها من غير مارادونا، انت قاعد عشان مارادونا كان نجم اوحد الى حد ما. لو جبت ماتش قديم بصوت الكابتن محمود بكر كده ومارادونا مش في الفرقه مش هتستمتع. مش عايزين برضو نستغل فرصه وجودك معانا وتعرفنا انتوا بتعملوا ايه في اهلي دبي فيما يتعلق بمساله الاحمال والتاهيل والتجهيز وحاجات زي كده. احنا برضو شغالين يعني بالعلم بنعمل قصتنا اول موسم وبنشتغل عليها، وحتى واحد انا رحت لهم في وسط الموسم اللي برضو عملنا قياس واحد او اثنين برضو عشان ما ناخدش الناس، لان كان في وسط الموسم دوري وكاس، وانت عارف ان الاهلي في كل حته برضو هو بطل. الحمد لله احنا ختمنا يعني اول دوري محترفين فريق الاول، وعلى مستوى الفئات السنيه حتى الرديف برضو الاول في الدوري الاماراتي 17 16 15 كل ده واخد دوري وكاس الحمد لله. جميل. فالناس برضو احنا اتذاكينا زي كولر كده. اشتغلنا على فتره منافسات على اللي موجود. شايف ليه بيدي مثل بكولر يعني. وعملنا ما تسيب الراجل في حاله. الله في من المره اللي فاتت برضو. لا انا عاجبني ذكاء المدرب في ان هو يستخدم ادواته. طبعا دايما احنا ده المفروض. المدرب اللي بيطوع ادواته لخدمه فريقه ده بيبقى شاطر. ما يجيش حد مثلا يوقعك. ما يجيش حد يقول لك لا احنا لازم نرفع الناس كلها زي بعض. وفترة منافسات ما حدش مستحملك. واحنا بالمناسبة على صعيد المنتخبات بقى، المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، إلى أي درجة مواكبين التطور العلمي اللي حاصل في مسألة القياسات ومسألة زي الأندية؟ والله أنا شايف إن المنتخب الأولمبي شوية يعني كورته حلوة، مساعده على كده القماشة اللي موجودة، وتحس إن هو المدرب يعني بحسه كده قريب بالفكر الأوروبي. اوكي. وبس برضه محتاجين ان احنا يعني المنتخب ده محتاجين نبني عليه، محتاجين نعمل حاجات كتير جدا زي ما انا قلت الحاجات كده، محتاجين نحطه سنه واثنين وثلاثه في قالب بدني واحد، في قياس واحد، خطه تتعمل من دلوقتي لاولمبياد باريس، بعد اولمبياد باريس سنه واثنين وثلاثه هتلاقي المنتخب ده فارق جدا. وما يروحش كاس عالم بس، ده هيروح ويبقى رقم في المعادله. لو اشتغلنا عليها يا استاذ كريم عشان ما نجيش نقعد مع بعض بعد اربع سنين وتقول احنا كان عندنا منتخب وتاهل الاولمبياد ليه اخفقنا؟ لو اخفقنا لا قدر الله هيبقى اخفقنا لاننا ما استخدمناش العلم في تطوير الحاجه الجميله اللي موجوده دي، زي منتخب لو تفتكر بتاع حسن شحاته اللي كان عماد متعب، عمرو زكي، رضا متولي، كان المنتخب ده كان بيكسب كسب البرازيل وكسب انجلترا العصر الذهبي 17 سنه المصر. المنتخب ده بتاع 17 سنه ده لو بنينا عليه كنا اتفرجنا على رقم في المعادله في كاس العالم. عايزين نستخدم دي على الاولمبي اللي هو اقرب شويه للامل، ونبني عليه 3 4 سنين، نحطه في حياه احترافيه كامله، نصرف عليه، ما احنا كده كده بنصرف وكتير بنصرف ومفيش مردود، فنصرف عليه كويس، نحطه في حياه احترافيه كامله كويس، هتلاقيه بعد كده رقم معاك في المعادله في البطولات الجايه ان شاء الله. كويس جدا. طيب عشان الوقت تقريبا بيخلص، خلينا نتكلم بس في اخر نقطه. انا دلوقتي عايز اسالك على
رؤيتك من وجهة نظرك كمان لفكرة ان انا ببني جيل جديد قاعدة الناشئين وغيره، هل انا مفروض ابدأ بالكلام ده من قاعدة الناشئين والاكاديميات، ولا انا الموضوع ليه سن معين عشان برضو نبقى فاهمين، لان مش كل الاندية هيبقى عندها القدرة المادية ان هي تطبق ده كمان مع الناشئين والاكاديميات؟ ما هو القدرة المادية مش يعني انا ما بتكلمش على الناشئ، انا بقول مع ان الناشئ ده البيز باي ذا واي، اه بتكلم على الناشئ في الاكاديميه دي حاجه وناشئين الانديه حاجه تانية. النهارده لو النادي عايز يتبنى مشروع، في نادي بطل يقول لك انا هصرف على الراجل من هو عنده 13 14 سنه هيطلع لي 17 و18 سنه قوام فريق اول كويس، وفي نادي يقول لك انا اشتري لعيب جاهز، وفي نادي يقول لك انا مرتبط باللي موجود، يعني لازم اخد البطوله دي، فهي بتفرق. بس الصح ان انا اعتمد على قاعده الناشئين بتاعتي، الصح ان انا يعني اجي على جيل زي ما انا قلت لحضرتك كده، جيل كويس قوي في النادي وفي امل ومرفوع لتقارير فنيه من قطاع الناشئين مثلا، ان الجيل ده على الاقل في 10 هيبقوا مستقبل النادي، واشتغل عليهم الجيل ده، اشتغل عليه اعده سنه واثنين وثلاثه واصرف عليه، الجيل ده صدقيني هيوفر لك كتير جدا بعد كده بقى، بعد كده وهيفرق. طب احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. لا سعيد بيك جدا النهارده الحلقه هاديه والله، انا هاديه والله في العادي، نورتنا يا دكتور احمد والله. اجازتك هتخلص امتى وترجع؟ ان شاء الله بامر الله على اخر الشهر كده، في انتظار العقد الجديد يعني ان شاء الله على خير باذن الله. نشكر حضرتك ونشكر حضراتكم على متابعتنا الفقره دي، هنروح فاصل ونرجع للفقره الثانيه تكون منورانا الناقده الرياضيه من عمر، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره كمان، والفقره دي هنتكلم فيها عن ملفات كتيره، اهمها اكيد الميركاتو العالمي، وكتير وكتير كمان من الاخبار المتداوله حاليا عالميا، واللي عايزين نعرف كمان صحتها يعني من ضيفتنا العزيزه من عمر الناقده الرياضيه. صباح الهنا، بونجور. صباح النور يا نهوان، صباح الخير يا كريم. صباح الفل يا منى، منورانا، بنسعد دايما بوجودك معانا. ربنا يخليك. انا زي ما نهوان بتقول كده، احنا عايزين نعرف منك حاجات كتير ليها علاقه بالميركاتو العالمي، ولكن تعالي في البدايه بس نقف كده شويه عند ماتش الزمالك. طبعا كل عام وانتم بخير، الموضوع اتحسن والدوري في مكانه الطبيعي، ولسه برضو عندنا ماتش مهم جدا ليه طبيعه خاصه وليه خصوصيه شديده. الدوري اتحسن ما اتحسمش، ماتش الاهلي والزمالك هو ديربي مستقل بذاته. هل شايفه ان كولر لازم يجدد الدوافع مره ثانيه عند اللعيبه، بالذات لان المنافس القادم هو الزمالك؟ ماتش الزمالك مش بيبقى محتاج دوافع، هو يعني هو ماتش قمه مدفوع خلق بالظبط كده، هو ماتش قمه، فهو دوافع اوريدي بتبقى موجوده زي ما قلت يا كريم، سواء حسمنا الدوري سواء كان الدوري هيتحسم في الماتش ده، حتى لو كان لسه المباراه مثلا كانت في بدايه الدوري في اخر الدوري ايا كان. لو تفتكر احنا كان في فتره كنا بنلعب اصلا ماتش الزمالك كان بيبقى في اخر مباراه خالص، بيكون بعد يعني بيكون الدوري اتحسم بقى، سواء كان الاهلي او منافس اخر يعني. فدايما مباريات الزمالك هي مباريات قمه، فهي بتبقى حساباتها مختلفه تماما، ما لهاش علاقه بالمنافسه على الدوري. طبعا لو كنت بتسال بقى جماهير الاهلي كان نفسها الدوري بالظبط يتحسم يوم الخميس، بس يعني ايفن كده ولا كده الحمد لله الدوري اتحسم، هتبقى برضو المباراه الجماهير هتبقى منتظره المكسب، مش هتبقى منتظره حتى التعادل او لا قدر الله خساره مثلا 1-0 عادي ما انا خدت الدوري، لا هي مش هتبقى مقبوله بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فهم هيبقوا منتظرين فعلا المكسب عشان تبقى الفرحه فرحتين ويبقى الاحتفال بالدوري بيبقى ليه طعم مختلف يعني. متفق معاكي جدا والله، انا كنت من الناس اللي نفسي يتم حسم يوم الخميس يعني كنت فاهمه اللي هو الماتش عايز اروح واحضر وبتاع، دلوقتي هشوف بقى هحضر ولا حد الانفيتيشن المفروض ان يبقى دمرت الدوري خلاص المفروض يبقى في مراسم التتويج بقى في المباراه دي برضه هتبقى حلوه طبعا يعني. لو حضرناها ان شاء الله. خلينا بقى نروح منا معاكي، لان في طبعا يعني منشطات عديده واقاويل عديده، وده غير طبعا المتواجده عندنا كمان محليا مش بس عالميا، كل شويه نسمع اسم حد ماشي من هنا حد جاي من هنا، كمان مديرين فنيين بيطولهم الموضوع. هروح لاشهر الصفقات بقى، نخش على يعني الصفقات الاقل شهره شويه او اللي هي شويه يعني مش معروفه. هروح بفكره برضه هنا مبدئيا الاعتراضات اللي كانت موجهه لميسي تحديدا، واللي قال لك هو عمل خطا عمره، لان انتر ميامي حتى وان كان ليه بريفيليج كبير، انت عارفه طبعا يعني الصفقه لما تمت الناس ما سكتتش على كده، لحد دلوقتي بيتم انتقاد اصلا هذه الصفقه، لسه قاري حاجه امبارح تحديدا قال لك على فكره ميسي من الناس اللي هتندم، واللعيبه اللي هتندم على ان هم ما راحوش الدوري السعودي. رايك اصلا في المقوله دي ايه؟ هندم على ايه؟
بيقول لك ان هو مش هيلاقي نفسه هناك، يعني ده اللي انا فهمته، هو مش هيلاقي نفسه هناك مش ومش هينهي المسيره بالشكل المرضي ليه. ده اللي قريته. انا بشوف ان خلاص هو ميسي انهى مسيرته اصلا، هو كده يعني انا شايفاه ان هو خلاص. طب ليه ما اعتزلش؟ يعني ده سؤال برضو، ليه ما اعتزلش؟ فكره ان انا اروح انتر ميامي حتى لو كان راح الدوري السعودي، هو بالنسبه له الاثنين. طب يعني هتفرق ايه؟ هتفرق ايه لما اروح الدوري الامريكي ان انا اروح الدوري السعودي؟ طب ما ده سؤال تسويقيا يعني. حتى نمط الحياه تسويقيا يعني، يعني احنا الجزء المادي اكيد ما فيش مقارنه ما بين الاثنين، لان يعني جزء كبير من الناس اللي زي ما هوند بتقول لك اللي مستغلطه بيقولوا له ما معناها هتندم يا ميسي، هم بيتكلموا على فكره انه رفض 600 مليون يورو. أوكي. تمام، فحتى مش هتعوض له حاجه. وكان الافضل من الكلام اللي انا برضو من مستوى الخبر، هو كان بيقول لك طالما زي ما قلتي بالظبط الجمله دي كانت بتتقال، اللي هو قفل كل حاجه، الجمله الشهيره. طب هو انت ليه ما اعتزلتش وتعتزل بعد كاس العالم وبعد ما حققت كل حاجه؟ طيب ما كان ده الفتره تعتزل فيها، ليه رحت كملت في انتر ميامي؟ انا وجهه نظري انا كنت شايفه ان هو كان فعلا بعد كاس العالم كان خلاص اعتزل. ده كانت وجهه نظري. انا معاكي بصراحه، كانت وجهه إيه نظري بصراحه. يعني الحكمه دي بقى يعني هي يعني ايه فكره ان هو يكمل دي يسال عنها ميسي، زي ما يسال عنها رونالدو ان هو مثلا اخذ فتره في الدوري السعودي. بس انا مش شايفه في فرق كبير ان هو كان يروح الدوري الامريكي او ان هو كان يروح الدوري السعودي، انه لو راح الدوري السعودي يعني مش هيندم قوي زي ما راح الدوري الامريكي. طب فهيندم. طب تعالي نحيد الشق المادي. تمام، تعالي نحيد، هنعتبر مجازا كده وكان العرضين. بس عايز اقول لك على نقطه يا كريم، الشق المادي في انتر ميامي هو مش فلوس بس، ميسي ريفيليج تاني. لا، واخد اسهم بقى في شركات عالميه وشركات تليفونات شركه تليفونات عالميه وشركه ملابس رياضيه. وبعد ما يخلص برضه الرقم مش هيوازي العرض السعودي. بس بقول لك ايه، تعالي نحيد الماديات، حيدي للحظات الماديات وكان هيكسب اكتر لو كان راح السعوديه ولا لا. في ناس بتقول لك انه لو راح السعوديه في التوقيت اللي السعوديه جابت فيه كريستيانو رونالدو وابتدت بقى في جلب المزيد من ايقونات كره القدم العالميه، طب وهيرجع يفرهد تاني وهيضطر يقابل كريستيانو رونالدو تاني. لكن في انتر ميامي الدنيا بقت، ولو المتعه تم فقدها، لان كمان احنا بنتكلم عن الانديه في امريكا ما هياش الافضل وملهاش جماهيريه كره القدم اصلا. فانت رايح، انت كنت حاجه كبيره قوي، كان المفروض ان انت يعني لو انت خلاص عايز تكمل، ولو ان انا كنت مع ان هو يعتزل من الناس اللي كان رايها كده، هتروح لحاجه هتطفي شعبيتك. اه انت ميسي، بس انت ميسي فين؟ انت ميسي وسط اصلا دوله ما لا تعترف قوي بكره القدم يعني. اوكي، دي بس برضو انا شايفه انه حتى هو لو كان راح اما بتحب ميسي خلاص الدوري السعودي. سالناها السؤال ده. لا والله، اصل هقول لك على حاجه مقارنه برونالدو، هل مثلا لما رونالدو راح الدوري السعودي، هل مثلا الدوري السعودي اضاف لرونالدو حاجه؟ مع كل الاحترام والله مش خلينا نقولها بصراحه، لا يعني العكس ممكن يكون بالظبط كده. يعني رونالدو، يعني احنا بنتكلم ان رونالدو طلع موسم صفري، ما فيش ولا بطوله في الموسم ولا حتى هو اضاف قوي بصراحه خالص يعني. خالص. فهي الفكره، هو نفس ميسي يعني، ميسي كان هيلاقي نفس المصير. هو مثلا هل ميسي او رونالدو الاثنين، عشان بتقولي بحب ميسي، هل مثلا فاضل لهم دوري ابطال اسيا يعني هم اللي عايزين يفوز بطولاتهم؟ فاضل لهم دوري مثلا هياخدوه مع 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 انا مش يعني بقلل هم والله. هم لما أو تعاقدوا مع لا احنا بنتكلم لغه ارقام يعني. لما إيه؟ تعاقدوا معاه كانوا متعاقدين معاه على اعتبار ان هم جايبين لعيب عالمي كبير عشان ينتج ويفيدهم، ولا هم جايبينه كضيف شرف بالزبط. في الاخر هي عشان كلها تسويقيه بالظبط كده. كل النجوم اللي موجوده دي في اطار الخطه التسويقيه بالظبط كده للدوري السعودي او للمملكه العربيه السعوديه عشان استضافه ملف كاس العالم. او انا بجذب الانتباه، انت بعد كل النجوم اللي راحت الانديه السعوديه دي، في خناقات دلوقتي عشان مين اللي هيشتري حقوق الدوري السعودي. هم بصراحه معمول بلان لونج تيرم، طبعا بلان طبعا مدروسة. طبعا طبعا وناجحين فيها يعني لحد دلوقتي، هم ناجحين فيها طبعاً. كل العالم دلوقتي بيتكلم على الدوري السعودي، اي لاعب عقده بيخلص بيجي له عرض من الدوري السعودي وبيحصل بقى نقاشات وخد وهات ويبقى فيه كلام ويبقى الكلام ده. هو بالنسبه لهم كان التوب مين؟ كان رونالدو وميسي. ده التوب لحد دلوقتي يعني، رونالدو وميسي. اخذ رونالدو، كان في مفاوضات مع ميسي ده حقيقي، واتقدم عرض رسمي لكن ما لم يتم الموافقه عليه وهو راح الدوري الامريكي. فكره بقى ايه احسن من ايه؟ انا مش شايفه ان هم اساسا حسبوها كده. بالنسبه لميسي حتى هو بالنسبه له، هو مش رايح الدوري الامريكي عشان يلعب كوره، هو مش رايح يعمل حاجه الصراحه، هو مش رايح يلعب كوره، مش رايح يجيب الدوري لانتر ميامي عشان كده يعني. خساره شويه. كنا انا بحب الناس تعتزل وهي في التوب في القمه. انا بشوف كده كتير عملوا كده انا بشوف كده برضه.
طب ده بالنسبه لميسي. اوكي. اما بالنسبه لبوجبا واللي ظهرت له مؤخرا صوره بالشماغ السعودي وعرضناها في الجزء الاول من حلقتنا النهارده، وبرده كان في تكهنات بان الاتحاد تحديدا هو اللي تقدم دي بعرض 100 مليون يورو على على مدار ثلاث سنوات. خلينا نقول انه لحد دلوقتي هي تقارير، هو كان في زياره فعلا هناك وراح زار مقر الـ النادي، لكن ما فيش اي حاجه رسمي اعلنت او تم الاعلان عنها او تم توضيحها. يبقى اللاعب وصل لمرحله انه راح النادي وقعد مع الاداره وتصور هناك، يعني مش دي بتقول ان خلاص اتعاقد مع ميسي؟ راح وزار المملكه العربيه السعوديه بس وقعد كان نتاج المشروع السياحي الترويج للسياحه. ما هو كان وقتها قلنا بقى ان هو او اتقال ان هو راح ساعتها مضى عقد وهو هناك مضى عقد الهلال، يعني اتقال وقتها في التقارير يعني. بس طلع نفى. بس ان هو مضى عقد الهلال، فهي يعني وارد. أوكي. وارد ان هو يكون فعلا حصلت مفاوضات ما بينهم ما حصلش، يعني ما لم يتم الاعلان عنها بشكل رسمي، لا ولكن وارد جدا طبعا ان هو يكون حصل مفاوضات. دلوقتي اي حاجه مع اي لاعب وارد. كل شيء وارد. بالظبط بالظبط. تمام. طيب خلينا ننتقل شويه لان كان في برضو بعض المشاكل في بي اس جي، وفي بعض التصريحات ما اعرفش برضو صحتها من عدمها، خلينا نعرفها منك، الخاصه بمبابي ومالك او ملاك باريس سان جيرمان لما كانوا بيتكلموا عن خبر، وخليني اقراه لك تحديدا. لما بيتكلموا ان هو هيرحل وربما يروح لريال مدريد، وان ريال مدريد هيطلب قرض لانجاز اصلا صفقه مبابي، ولما اتكلموا قالوا ان بي اس جي يعني هيتنازل وهيتركه او هيوافق على مغادره مبابي. هو طلع تصريحات كانت مش افضل شيء، كان بيتكلم ان هو اصلا يعني الاداره ما هياش افضل اداره وحاجات زي كده. صحه الكلام ده من عدمها وتاثيره برده على مستقبل مبابي، وهل فعلا ريال مدريد فكره ان هو هياخد قرض عشان يجيبه دي حقيقيه؟ بصي، صفقه امبابي بالنسبه لريال مدريد او بالنسبه لبيريز تحديدا رئيس ريال مدريد هي بالنسبه له اولويه، سواء بقى السيزون ده سواء السيزون اللي جاي سواء كان من السيزون اللي فات، فهو بالنسبه له امبابي اولويه. هو واخد الموضوع يعني بيريز خلاص حط امبابي في دماغه، فهو هيجيبه لو ما كانش الصيف ده هيبقى الصيف اللي جاي. فاعتقد فكره ان امبابي يروح ريال مدريد اعتقد الموضوع قريب جدا جدا في اي وقت. الغريب بقى هو اللي حصل مؤخرا في الميركاتو ده، خصوصا ان كان من فتره لسه قريبه كان حصل برده كلام على رحيل امبابي في الصيف، لا مش هيرحل، طب هو خلاص هيجدد عقده، وبعدين طلع في مؤتمر صحفي او طلع اتكلم وقال خلاص ان انا هجدد بالظبط همدد العقد بتاعي وهفضل مع النادي ل 2024. بعدين اول ما بدانا الميركاتو الصيفي قال لا انا خلاص مش هفعل التمديد وممكن امشي في اي وقت. التصريحات اللي قالها ناصر الخليفي في مؤتمر تقديم لويس انريكي المدرب الجديد لباريس سان جيرمان هي دي بصراحه اللي كانت بالنسبه لي مختلفه شويه وكانت جديده. مبابي خلاص طبعا مالك بي اس جي بالظبط يعني. مبابي احنا تعودنا على التصريحات بتاعته او ان هو يطلع يقول لا همشي لا هجدد لا همشي او جدد. لكن ناصر الخليفي انا حسيت انه تصريحاته في المؤتمر تقديم لويس انريكي كانت غريبه شويه او جديده، يعني كان دايما لما كان بيتسال على مبابي فكان دايما بيرد بكل ثقه ويقول ان هو موجود او ان هو هيستمر مع الفريق او احنا متكلمين او الامور ما فيهاش اي جديد. لكن المره دي لما الخليفي اتكلم فقال احنا متفقين وهو وعدنا ولو حد رجع في كلامه فدي مش بتاعتنا فهو حر، فتحسي ان في لا واضح كده ان هو في كلام واضح ان امبابي احتمال كبير ان هو ما يبقاش متواجد مع الفريق في الموسم الجديد. زاد عليها بقى اللي قاله مبابي مؤخرا ان هو طلع انه قال ان الفريق ده لا مش هو احسن فريق يفوز بدوري ابطال اوروبا، وتصريحات غريبه جدا وما يتقالش من لاعب بالزبط. مكمل مع الفريق. انا ما عجبتنيش بصراحه. شفتوا يعني اخر فيديو لمبابي على ذكر لما راح يزور الكاميرا المصري اطراس والده استقبلوه كان زعيم استقبال الفاتحين زعيم طبعا يعني هو علامات الاندهاش نفسها كانت مرسومه على وشه يعني هو راجع عمال يبص يمين ومش مصدق ان الدرجات الدنيا اتقلبت هناك. اصوله كاميرونيه، وطبعا احنا في افريقيا هنا بالنسبه لنا اي نجم عالمي لما يعني لما يكون يعني
بيعمل زيارة مثلا لبلد أو موطنه الأصلي يعني، فطبعا ده بيبقى فعلا استقبال فاتحين يعني. طبعا. وأعمالها عملها كتير لعيبة من أوروبا فعلا، كانوا في 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 الأجازات الصيفية أو في الأجازات بتاعت الموسم يعني، فعلا بيرجعوا لبلدهم الأصلي أو بلد يعني المنشأ الأصلي، سواء الأم أو الأب، وحتى بيبقى في أعمال خيرية هناك، ممكن يلعبوا مع أطفال في الشوارع هناك مباريات خماسي بالظبط. فدي دي عادة بتحصل كتير قوي من نجوم أوروبا يعني. أوكي. طيب منا هروح معاكي شوية للمنتخبات وهروح للمنتخب بتاعنا، وعايز أخد رأيك في حاجة. دلوقتي في كتير من اللعيبة عندنا بيجي لهم عقود احتراف، في منهم اللي بينجح في منهم اللي ما بينجحش، وده بيبقى راجع ليه هو. بتنصحي أو بتشوفي أن السن المناسب أصلا للاحتراف، خصوصا أنا بتكلم كمان عن المنتخب الأولمبي، وفي نفس الوقت ايه المفروض يكون بيطبق لما اللاعب يروح يحترف؟ يعني شفنا نماذج كتيره جدا في جيل اللي بيطلق عليه، طبعا احنا عندنا طبعا في النادي الاهلي اكتر من جيل ذهبي، وعامه في اكتر من جيل ذهبي في الانديه المختلفه، وشفنا لعيبه بتروح تحترف حتى ليس علاقه مش تبع النادي الاهلي، بس ما بتنجحش في الاحتراف وبتنجح كانت هنا جدا مع المنتخب على سبيل المثال. ليه القصص دي مكرره على مدار اجيال كتيره؟ يعني حاجه غريبه شويه. بصي بالنسبه للسن، كان جزء سؤالك الاولاني، انا شايفه انه طبعا كل ما كان سنه صغير قبل ما يبدا مرحله العشرينات، كل ما كان سنه صغير ويحترف هيبقى احسن كتير جدا جدا، لانه هيبدا هو نفسه تفكيره وعقليته هتبقى هتتغير او يعني عايزه اقول ايه، هتتظبط على البلد مثلا اللي هو رايحها، طبعا يكون اوروبيه يعني. هيبدا بقى ايه في عقله كده او دماغه هتتسيستم على الوضع ده، هتتسيستم على الخطط بتاعتهم، هتتسيستم على الفكر بتاعهم بالظبط كده. بالظبط كده بالظبط، الاستراتيجيه بتاعت الاحتراف الاوروبي. لكن مهم جدا يبقى في اعداد نفسي لاي لاعب، انا بشوف الموضوع ده مهم جدا. اللاعب بيبقى فرحان ان هو جاي له عقد في اوروبا، هو لسه صغير هيطلع، بس مش فاهم فعلا هو رايح بالظبط كده، هياخد مبلغ حتى لو مبلغ مش كبير، بس اسمي اللاعب فلاني الفلاني المحترف في صفوف كذا الاوروبي، فهي دي بالنسبه له هو ده التايتل اللي هو بيسعى ليه. لكن لما يروح هناك هو بيصطدم بحاجات كتير جدا، ومنها عامل اللغه، وشفنا لعيبه كتير جدا رجعت بسبب الموضوع ده. الغربه نفسها ممكن يكون هو لسه مش متعود بالظبط كده ان هو يقدر يعيش مثلا بعيد عن اهله وبعيد عن بلده، الامور دي كلها لازم يكون ليها اعداد نفسي مهم، وده مش عيب. دي ده جزء من الاحترافيه، او ده جزء المفروض ان يكون من عقليته هو، ان هو لازم يكون عامل لنفسه بلان. انا مثلا هروح هيقابلني عامل اللغه، طيب هل اللغه بتاعت البلد اللي انا رايحها انا بعرف اتكلمها ولا لا؟ مش لازم اللغه بتاعتها، حتى لو انا مثلا بتكلم انجليش اللي هي اللغه العامه في كل بالظبط كده في كل دول العالم، بعرف اتعامل ولا لا؟ بالنسبه للغربه نفسها او المكان مثلا اللي انا هقعد فيه، هل مثلا هبقى قاعد لوحدي، هبقى قاعد مثلا مع بعض الزملاء في الفريق، هل يقدر مثلا حد من اهله مثلا يكون متواجد معاه، هل يقدر اصلا ماديا على ده ولا لا؟ تمام. الاجواء، وده بجد ما حدش يضحك يعني، كل التفاصيل بتتاخد في بالظبط كده. الاجواء في بلاد اوروبيه مثلا بتبقى الجو بتاعها هو شتاء بس، في لعيبه ما بتقدرش تستحمل ده. في نقطه كمان مختلفه، لو احنا بقى هنقارن شويه بالدول الاوروبيه، بتحصل او حصلت كتير مع لعيبه هنا بلا ذكر اسماء يعني، في منهم اللي راح احترف وبعد كده تم استدعائهم هنا وقالوا لهم تعالوا احنا محتاجينكم هنا، ولما جم ما كانوش بيلعبوا اساسي على سبيل المثال، وضاعت فرصتهم الاحترافيه، وبالتالي احنا كان ممكن دلوقتي نستفيد من لاعب لو كان كمل الفتره الاحترافيه بتاعته كان ممكن يبقى نجم عالمي او يرجع مره ثانيه بخبرات مختلفه. لو كان سنه صغير يبقى غلط كبير جدا ان هو يرجع، مع سن صغير طبعا غلط كبير جدا ان هو يرجع، كان يعني غلط انه يستجيب بالظبط بالظبط، وغلط من الاداره ان هي اصلا تخاطب لاعب صغير، اللاعب بتاعي بالظبط هو لاعب صغير اسيبه يحترف بره، ما انا طالعينه عشان ينضج ويستوي بره ويجي لنا ناخد وش القفص بتاعه بالظبط كده، وهو كده ولا كده هو شايل اسمي طبعا. يعني هو كده شايل اسمي. انا عجبتني جدا تصريحات محمود تريزيجيه، يعني كان في لقاء مؤخرا وشوفوا هو بيتكلم
بيقول انا دايما حاطط اسم الاهلي قدام 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 عيني، عايز مش عايز ارجع مش عايز ارجع مصر عشان افضل دايما مشرف الاهلي بره. يعني انا 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 محمود تريزيجي بلعب في نادي اوروبي او محترف بره، بس انا في الاخر انا لاعب للنادي الاهلي، فانا بشرف اصلا بلدي وبشرف النادي بتاعي هناك. فشايفه التفكير اصلا بتاعه عامل ازاي، شايفه العقليه بتاعته بالظبط كده، العقليه بتاعته عامل ازاي، مع ان بدايه احتراف تريزيجيه الامور ما كانتش سلسه معاه، يعني كانت محطات كتير ومشي ورجع ومشي ورجع، مش راجع مصر يعني. أيوة. اتنقل ما بين اكتر من نادي غير صلاح والنني شويه يعني. فهو واجه صعوبات اكتر من في ان هو ينتقل من نادي لاخر يعني، وكانت من دوله لدوله، فكانت الامور بالنسبه له اصعب يعني. فهي دي العقليه بتاعت اللعيبه المحترفه، العقليه بتاعت اللاعب اللي هو عايز ينجح، مش مجرد ان انا اخد اطلع بره عشان اخد تايتل، ان انا لاعب محترف في نادي اوروبي اقعد شهر اتنين تلاته سنه واجيب بعضي وارجع وخلاص وابقى لاعب في نادي اوروبي سابق. ممكن ده يؤدي ان هو يعتزل في سن بدري 30 29 لما يرجع تاني ما فيش انديه. بالظبط بالظبط، هيموت كرويا اقصد يعني. فلا طبعا، كل ما اللاعب كان سنه صغير يطلع يحترف بره، غلط ان هو يرجع، غلط ان اداره نادي اصلا تخاطبه ان هو يرجع، لا بالعكس انا اسيبه يحترف. مين بقى بناء على اللي انت بتقوليه ده، مين من اللي انت شفتيه وخد عينك في المنتخب الاولمبي شايفه ان الكلام ده غالبا يعني هيحصل معاه، وانه مرشح للسفر بره، وانه يبقى يعني محترف؟ طيب قبل ما اقول لك اسماء اللعيبه، بس عايزين ندي للعيبه دي حقها. عايزين نقول عليهم ان هم كانوا رجال، كان بجد كانوا رجاله على قدر المسؤوليه. اللعيبه دي فعلا ما كانش يعني اكتر من 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 ايه من من مدربين كتير جدا محليين بدون ذكر اسماء كانوا اصلا كانوا رافضين ان هم يتولوا تدريب المنتخب ده بالذات بالعناصر دي، لانهم كانوا شايفين ان هم مش هيقدروا يعملوا بالعناصر دي حاجه. تمام. لكن شفنا المنتخب بيتاهل للاولمبياد، شفنا ان هو بيوصل فاينل كاس الامم تحت 23 سنه طبعا، شفنا على مدار مشوار التصفيات والادوار الاقصائيه او النهائيات ما دخلش في مرماهم هدف واحد، غير طبعا باستثناء الهدفين اللي كانوا في النهايه وكانوا بيلعبوا ناقصين اصلا يعني، كانوا بيلعبوا 10 لعيبه من اول تقريبا ربع ساعه ومباراه 90 دقيقه واكسترا تايم كمان يعني. فلا بجد منتخب العناصر دي اثبتت ان هم على قدر المسؤوليه، معاهم مدرب عالمي قدروا ان هم يعملوا اللي ناس كتير جدا جدا ما كانتش مؤمنه بيه يعني. بالنسبه بقى للعناصر اللي تميزت جدا طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، اولا يعني حمزه علاء طبعا، ثم حمزه علاء على الرغم انه الهدف الثاني طبعا كان خطاه، بس عادي يعني الاخطاء طبعا وارده، بس لولا حمزه علاء اصلا احنا ما كناش وصلنا فاينل، عشان برده كل واحد ياخد حقه يعني. حمزه علاء لاعب وشخصيه قويه جدا، محتاج ان هو ياخد فرصه. ابراهيم عادل من الاسماء الكبيره جدا جدا والتقيله جدا في المنتخب الاولمبي، واستحق بصراحه فرصه احتراف اوروبيه بعيدا بقى عن الصراعات بقى المحليه اللي هو هيشوفها الفتره الجايه والخناقات بتاعه الانديه. فانا شايفه انه لا يركز بره افضل كتير جدا جدا، افضل ليه وافضل للمنتخب طبعا يعني. فدول اهم اسمين بصراحه محتاجين ان هم لا ياخدوا فرصه، ويا ريت لو يحترفوا. وبقيه الاسماء ممكن نقول ان في بعض منهم طبعا طبعا، انا قلت بس الابرز نوال المنتخب الاول طبعا طبعا، بعيدا عن الاحتراف طبعا 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 طبعا. كل العناصر يا كريم، انا قلت لك في بدايه الكلام الناس ما كانتش متوقعه اصلا، ناس كتير مش هقول بقى مشجعين او مش هقول مثلا احنا كصحفيين، لا انا بتكلم على مدربين محليين كانوا اصلا رافضين ان هم يتولوا المهمه الفنيه للمنتخب الاولمبي، لان هم كانوا شايفين المنتخب ده مش هيقدر يحقق حاجه بالعناصر بتاعته. تمام. وبعض المدربين كمان كانوا يعني، بما اننا ذكرنا اسم حمزه علاء يعني، كانوا شايفين ان مركز حراسه المرمى في المنتخب فيه مشكله. ازاي يعني محدش كان متابع مستوى حمزه علاء مع الاهلي؟ غريبه جدا. كانوا رافضين وكانوا طالبين تحديد في التدريبات، كانوا طالبين حراس مرمى، كانوا شايفين انه المنتخب ما فيش حارس مرمى تقيل يقدر يشيل المنتخب. رؤيه فظيعه.
طيب. في حاجات كتير هتتغير بعد اعتقد كده لازم طبعا. هو بص احنا اتكلمنا قبل كده الفرص اللي زي كده منتخب اولمبي او غيره بتبقى فرص عشان اللاعب يثبت نفسه بالزبط. يعني مش شرط فعلا تكون العيون شايفه كل المواهب الموجوده. عايز اقول لك على حاجه ان معظم اللعيبه دي اصلا مش بيلعبوا اساسيين في انديتهم. اه طبعا دي مشكله ثانيه بقى بالزبط. لان لما تيجي هنا تخش دلوقتي والمهمه الاصعب للمنتخب الاولمبي انت داخل تلعب كره مختلفه تماما غير اللي احنا حتى كنا بنلعبهم فهتصطدم ان في فروقات اكيد كبيره جدا. معظم المنتخبات الاولمبيه الاخرى بتلعب صفوف مع المنتخب الاول وبتلعب بشكل الى حد ما برضو ده اساسي مع يعني فعشان كده في فوارق دي بقى هنرجع ونقول برضو دي خاصه بالانديه يعني هي حاجه اكيد ازمه مستمره لكن دي ترجع لكل نادي على حده يعني لا ومش الانديه بس هي المنظومه هي المنظومة طبعا يعني طب في ضوء اللي نهاوندا قالته لك ده شايفه ان وضعنا ايه بقى في الاولمبياد ان شاء الله وفرصنا فيها واصله بص ان شاء الله لا يعني انا والله متفائله خير ان شاء الله يعني متفائله ان المنتخب ده هيقدر ان هو يحقق ميداليه باذن الله في الاولمبياد باذن الله بالمستوى اللي احنا شفناه بالكلام اللي كنا سامعينه قبلها لانه انت ما كانش فيه بالنسبه لك ما كانش فيه اوبشن اصلا بالظبط كده وبعدين انت ما كانش فيه عندك الرؤيه الكامله لانه كان المنتخب انت بيتجمعوا على فترات بعيده كانت حتى الوديات اللي كانت بتتلعب ما كانتش بالقوه اللي الناس مستنياها فانت وكان الناس اصلا بتنسى ان في تفصيلتين معانا بقالهم فتره ايه دول؟ التفصيلتين اللي انت قلتيهم دول حاصلين بقالهم فتره طويله عشان احنا عشان انا قلت لك هي بلان من المنظومه كامله منظومه اتحاد الكوره كامله انا لازم يبقى في عندي بلان منتخب الاول بلان المنتخب الاولمبي كريم انا مش بكمل الدوري اصلا انا مش بعرف اكمل الدوري في الوقت بتاعه انا ببعت الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه قبل موسم الدوري ما يخلص انا بلعب كاس مصر السنه اللي فاتت في السنه اللي بعدها المفروض ان شاء الله في كانت وعود من كتير من رابطه الانديه يعني من اعضاء رابطه الانديه ان هيكون في تحسن في الجدول العام القادم وانا اعتقد ان نتمنى ده باذن الله حاصل عشان يعمل فروقات بصي الوقت بيجري كنت عايزه اخش على الصفقات والتضارب ما بين برشلونه وريال مدريد لان شايفينها مؤخرا للاسف الوقت خلص يا منى بس كالعاده نورتينا بجد استمتعنا بقراءتك يعني بشكرك على وجودك معانا شكرا جزيلا نورتينا واكيد بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه لينا في حلقتنا النهارده ونشوفكم على خير بكره باذن الله صباح الفل